فإن من تمام عقيدة أهل الإسلام أن من حفظ الله في السر حفظه الله تعالى في العلن، وأن من استودع الله نفسه وماله وولده استودعه الله وكان في رعاية الله وحرزه وكفايته وأمانه. وقد جاء هذا المعنى في وصف أهل الإيمان في قول رب العزة والجلال في مدح أهل الإيمان بأنهم حفظوا لحفظهم لحدود الله، فقال جل في علاه مادحا إياهم والحافظون لحدود الله. وجاء امتداد هذا المعنى في قول نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك.